يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند وأسبوع جديد من هذا البرنامج، وتفاصيل كمان متعددة هنتكلم عليها كالعادة على مدار الأسبوع، وبالتحديد بداية من حلقة النهاردة. وإحنا عندنا ملفات كتير جدا على المستوى المحلي والعالمي، وبالتحديد كمان كل الأمور اللي بتتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي. طبعا احنا في توقف دولي وتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بإذن الله في الكاميرون. النهاردة مصر عندنا مباراة قوية جدا، منتخبنا الوطني أمام فريق توجو، مهم جدا ان احنا نكسب فيها. فبالتالي سؤال حلقة اليوم بيتعلق بهذه المباراة وتوقعات حضراتكم لنتيجة مباراة مصر وتوجو، المباراة اللي هتقام اليوم في تمام الساعة 9 مساء على استاد القاهرة الدولي، قبل مباراة الإياب اللي هتكون بعد 3 أيام من دلوقتي. إن شاء الله المنتخب يكون موفق فيها. مستنيين تفاعل حضراتكم من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام. والجزء الأخير من الحلقة هنشوف توقعات حضراتكم لهذه المباراة. دايما البداية بتكون بأهم العناوين، نروح نشوف. في ترند الأهلي، الفريق يواصل تدريباته وموسيماني يجتمع بطاهر محمد طاهر. في الترند المحلي، مصر تواجه توجو في تصفيات أمم إفريقيا. أما في الترند العالمي، صدمة في ليفربول بعد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، يقوم بالسلامة بإذن الله. طيب، ردود أفعال كتير بالتأكيد على نجمنا المصري محمد صلاح بعد إصابته وإعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي تعرضه لفيروس كورونا. فوسائل التواصل الاجتماعي وكل الإعلام حول العالم اتكلم في هذه الجزئية ومدى تضرر كمان ليفربول اللي بيعاني من العديد والعديد من الإصابات خلال الفترة الحالية. هيبقى في تفاصيل كتير جدا، سواء بيتعلق أو تتعلق بالمنتخب أو تتعلق بنجمنا المصري محمد صلاح أو كمان تتعلق بالنادي الأهلي. كل ده هيكون بعد الفاصل، استنونا.